يا جبا يبرجوا ليا اش بدي ماروتا رحنا صاحبي حتى الكار فاتتنا يا دي لا نقل تاكسيات تاكسي يمشي بيا 400 و 7000 انا من جيني انا 7000 كيف باش تمشي ونقرا وصاحبي ساعتين فرنسية على خويا تو معناها انت تسال فيانا تو كيفاش تسمثي ونقراو يا كنتي كبثلنا صاحبي نضرب وحيدة عصبيح وحيدة عصبيح وانت ارضا مثول حفية نص ساعة تدور فيها هاك فرات الحفيثة هاي كالة معوذة هاي تدويرك يسيب علينا صاحبي بر اسمعني خذلنا كل مكان اللي تدور وفك علينا وليت خان دورينا صاحبي ثم بس نعملو تو يا جبا يا ودي افهم احنا على الاقل انا ربحين حاجة صاحبي انا قاعدين مع الشيخة لهنا جونا به يتعرف كيفيه يودي كمشر وريا مخزة راني مشيت فوتينج نقرا طايح على العينين وانا بدني من داخل مخزز ما عملتش فوتينج يتعرف كيفيه بامبا يا انا برزولية هاني بتنارض الحومة فمث من دبر نهار خدمة على الاقل ما نضيعش لنهار قراية وزيد نضيع نهار خدمة برثة فمث من دبر شوية مصروف مع منا دار مع خذار مع عيفاذة نورمال يا برزولية جبا جبت لي فكرة مش نورمال ياك الدار قاعدة تبني في الحومة مراكبو الانستلاسيون بتاع المية صاحبي يا كيفيه ما تحبش نبيعو شوية نحاس مشو نقلعوه برزولية صاحبي سرقة حرام سيب علينا ذي سرقة صاحبي كان زيت لحمين بعد الفاذة ولا يقول لك يا مالية انا صاحبي ما نسرقت تو تسكر تبيع في الزدلة تعمل في الحاجات خايبة مع البنيات يا ما سرقة ليه والله لا فهمت انا صاحبي جيت في السرقة معناتها هي مش مشكلة نقعدو هكا يا صاحبي نفلي ولزوز يبرجوا لي الباص البارح مطيشين الى كامله في جبل وانا اليوم نقرا موك تعرف وظروفي مش هي وانا معك لهنا في الخدمه برجوا لي حاشني بفلوس راي فلوس كيفيه تو اعطيني شويه فلوس خنوصل نخو تاكسي ونمشي نقلع على روحي يعني يا اخي ومباراليل يا اخي مش اجرام برك راي قرايه واجرام ولحمان وغرام برجوا لي ياك تلعب العمر برشا انت يا اخي عامل مزيه عليا انت لهناك تخدم على روحك معايا فرت في العصابه يا عشبكشي قالوا عطيني مصروف خجبتك ونسيتك انا بلك جايبك من ولا حوال غدوة تقولي عطيني سيجارو بعد غدوة تفدلك معايا تقول ينفخف برا برا اقلب وجهك لانتين عليك انا تو هترد تعاد يا موك تعرف يا البوس ما عندي حد دير زويلي وما عندي مالي حتى البراكاجيات قلت ماش تبراكي باش كان تشد انا في براكاج تجبد برشا مواضيع في البحث والمركز وزيد موش ذنبي انا يا اخي سلع البارح احنا واخرنا انا شديتها ما جبتيش ما نعرفش انا وشوف علاقاتك انت مع اللي معاهم راه امورك مش واضحه يا البوس اقلب وجهك عليا ماش نحب نراك انت اليوم جمله هاكلتها بفمك صارت حاجه البارح من العمليه اللي خططنا لها ما صار حد شيء وزيد شيء تطفي فلوس ما عندي انا يا ما يعلم ربي بحالتي تو كيفاه ياك هاو تو وليت حاسب فيها على علاقاتي ايش اخويا شد بلاصتي وريني كيفاش نعمل وكاو هاي برا 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 خير ارحم والديك برا شوفني يخرى انا ما فهمتش حاجه يا البف يا اخي علاش تحب تعيش في الحبس اكثر من السيفير اما المره هذه شديت برزين مستانس براكاج عركه دعاره المره هذه 4 كيلو كوكا يا البف 4 كيلو كوكا ودي شكون يفضلك حد ما يفضلك كان العالي وبرشا حبس زعما يا عمر جب تقول انت هكا اي اسكت علي اس تليفوني يضرب وي سعب الحميد نسمع فيك هاي هاي نسمع فيك هاي معاي هاي سريع كيكا هاي هاي بيه واضح الله يبارك سعب الحميد اللي تقوله وانت احنا نعملوه حاضر يا سعب الحميد هنا هنا ملا قلت لي البف تسكن في حي اليهود هيا برا هاي جاتك توصيله بلاش الباب الدار هاي شنو يا عمر جب مش قلت لي ما يفضلك كان ربي وبرشا حبس ياك في سبا دلت رايك هدي شبيك يا البف ما فدلكوش معاك يا وجاك عفو فضلية قيمته 50 مليون حتى الوزير شعب الحميد زاد عنده ما يكون في روحه راو مالا برا يا بابا خل نوصلك هاي يشنو حميدة ولا سي عبد الحميد عندي رجال وجمال مطيشة في الأجبال وسلاح في الآخر ما تجيش لأنتي لرجالك للسلعة بكش نلعبوا في الكورة احنا ما بعضنا باش نكورو في بعضها يواس يا عبد الحميد خلينا بالقدر عنا خدمة بيناتنا انتي تحكم في الدولة على الرأس والعين يا انا صاحبي لهوم معناتها احنا الدولة شبيك يا سيد جروما ما تغشش روحك وما تغشنيش معك بيكول بيكول صارت شوية مشاكل تعطلنا يا ما تفضت لاباس تاك تاك احنا لهنا نفضوا اللي ما يتفضش بشويه فلوس يتفض برشا فلوس بيناتنا خدمه معامله سلعه
هكاو مش بتكلمني في تليفون ونوليو صحاب، واخر مرة تكلمني في تليفون على موضوع خدمة، حاجتك بحاجة جيني نتلقاو. سيادة الرئيس تحياتي، عنا شوية خدمة وعنا شوية فساد داخلي لازمنا نتصداولو. ان الدولة تقوم بكل الامكانيات في محاربة الفساد، ونحن بإذن الله سنكون لهم بالمرصاد، لذا أرجو منكم ومن كافة العباد معتها المسؤولة عن الدولة قوموا بالوظيفة متاعهم بأحسن وجه في الدولة، مسؤولية لينا ولكافة الأعضاء، كل شخص مسؤول عن نفسه وعن الدولة. معناتها سيد الرئيس نفهم من كلامك انك تجم تشك في اي واحد انت موجود معك في الخدمة، اذا انا نوعدك باش نقوم بالخدمة متاعي باحسن وجه، لا فساد لا حد شيء، وبقدرة ربي تو نجيبوا الليستة متاع العباد اللي تعمل في الفساد والرشوة والمعاملات الغير قانونية. اني اشم رائحة الخيانة في كل زاوية، اذا ارجو منك يا سيد الوزير ان تقوم بوظيفتك وتتركوا الأصحاب الخبرة المناسبة يقومون بالعمل المناسب في الحفاظ عن أمن الدولة، كما أن هنالك تأمر عن أمن الدولة، ونحن بإذن الله تعالى سوف نكون لهم بالمرصاد، وستعيش تونس حرة مستقيلة رغم عن أنوفهم. يدي برج ليا جابة، المؤخرة متاعي طابت بالقعد، يعني 3 سوايع تو نستناو، كيفيها تو؟ استنى ذاتني فكرة، إذا ما عطيل تالي متخلط مقلوب أنا على أخويا، ما عدا تو بعد زي ما عطيني ذي دومانتيريت 7500 ما عدا نمثي كل وعطيني 20,000 أنا تو حق مكتسب بذا يا صاحبي. ياي صاحبي برا شوف أخوك، يا ماك تعرف لابس عليه إدارات ودومين وفازيت، يا تايمنت لك 50,000 نورمال، يمكن 50,000 عنده كما 5,000 عنا احنا صاحبي، برا جرب انت ماك خسر حد شاي. حربوث اخويا يا بيه، تعرف توعثك ما نعرفت عليه توعثك، بما انك التوأم دائرة وعادي بس نتوعثك، موقتليس يا اخي الكثكروت اللي خلصتوا عليك زمعتين التالي، موقتليس بنين ولا ها عذبك. اوه ذي اخويا وحربوسة ومس عارف انا سنية، يدي ما تطلع كان فيها حكاية ومسلحة، يدي كثكروت اللي تحكي عليه هبطه في تواليت عندي اقل سي 10 ايام، انت تو زي بكلويه يا سنية زي بكلويه يا اخي اخويا ما نطلث عليك. يسامحني انا غلط، انا خطر الكبده راك ثيله الرحم راك، كيفيت مذيث نطلع عليك هكا تو؟ انا ما فهمت حاجه، تو تسبهلي في كل شيء، نفس الصوت نفس الليل نفس الخليقه، كان المخ موس كيف مانيس فاهم انا الوالده الله يفضلها على است وحمت هيسني تحب انت تو هاي 20,000 وبرا يقلب وزك علي. يا ولدي راك خويا ونحبك لله، ما نعرفش عليه كم صحيب رانا عطيتك ذفه نفدك عليك عدست في روحك يا ثنية ما ناس كيف اخويا، بس نعمل لك انا، انت هبط قبلي بثانيه، الثانيه اللي هبط فيها قبلي لميت فيها سكيل كل حث الحث الحثو، ما نحبش نثب رمضان، قلنا في رمضان ما حبش نثبو، انت الحث ذكي وخليت لي كان الهمله والثقعير واللحمان والسيخه، ما صاب زيد كيفي طبيب وداوي في العبيد. مسكين انت خويا، في بالك بينا من الطبة وندويه في العبيد ندويه في حوم، ما احنا صاحبي عسلامة ابو جبا، مريتش حبي جابوني مصباح لامل خرج ومرجاش، يا اخي نورمال انت جاي لدار صاحبك لحتى لدارهم، ولدي بوك الشيخ متاع العومة كان يراك لهنيه تو يمد علينا كلاش نكوف يطير علينا، دي نورمال يا حاج وقدكش كومبليكي في راسك، انا كونتر بلاكي اقلب علي وجهك لنحيكك انت تو ولا نفتتح لك در وعلي قدكش ميشون كيف الجبة الجبة ميشون معناتها كتوز بالفرنسي يا ناري على ولدي ولا تربيته، هيا اقلبي وجهك علي خير. اخبرتك 100 مرة الا ترتدي هذه الثياب المكشوفة، محل زينو هو بابونيتو كلعبة حزار ومغيار، هي عجبي كانك على صاحبي الجبة راضي بيا هكاية، هاي خليك تو بابيتو برا جوك بيه سيدي الشيخ، طلعت شيخ كان علينا تلهي في ثيابك يا حاج كركوبة، هنا هذه أمور شخصية وعائلية ما عندكش حق تدخل فيها، سينو انت غايب راك في صلاة الجمعة هوك في صلاة العصر ايجي وجيب معك بيه او تبرير غياب ولا اكلب وجهك علي من الجامعة، اما انت اذا رأيت جابوني
قلوا إلي راو بابا حس بيك أكيد أكيد أكيد. قلت لك ألف مرة أكل مسبوعة هذيك مش حط لها لجيم لجدور لحد شي. شنين الكومنتريت بيبي وزينك شنو التو باش نتاكني جبا ولا كيفية؟ يثنو ثريفة التو يا أخي غيره من مونيرا دوبل بيث. تي مونيرا دوبل بيث خوية أنا وياه ضد وليد وليد في بعضنا ما نحثموث من بعضنا عرفت كيفية. يدي نكور أنا وياه في الحومة هذيك تثبيك حبي غيره منها هذيك كانت تخرج أنت وياه أنا نغير عليك منها تثبيك هذي كون أوبن مايند في راسك. سنو أنا تو باش نمشي وهو جي بابا تكتين وهو تو يوصل لك قال لي حشتو بيك في موضوع أكيد أكيد يا حبي. صدمة كبيرة يا والقلب يا كي عندي